لكن أتحول لسيد عمر إسماعيل. سيد عمر، هناك من يقول إن سمعة بريطانيا تمت المجازفة بها خلال السنوات الماضية، يعني الدولة التي كانت تعتبر نفسها مدافعاً عن حقوق الإنسان وجدت نفسها في قفص الاتهام بانتهاك هذه الحقوق، ونقصد هنا تحديداً ملف الهجرة، والذي تحول إلى ملف مواجهة مفتوحة بين الجانب البريطاني والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من جهة أخرى. استمعنا بالفعل نية حزب العمال عن مسألة التراجع عن خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا. هل برأيك ستنتهي القصة عند هذا الحد فيما يتعلق بملف الهجرة؟ وهل الحلول التي تحدث عنها حزب العمال فيما يتعلق بملف الهجرة مقنعة للبريطانيين؟ أولاً يعني استطلاعات الآراء العديدة التي طرحت أو التي تم التوصل إليها في خلال السنوات الماضية كلها تؤكد أن موضوع أو ملف الهجرة يأتي في بعض هذه الاستطلاعات في المركز السادس أو السابع. تأجيج الشعور باليمين من اليمين المتطرف تجاه الأجنبي وقدوم الأجنبي أو المهاجر هو سبب من الأسباب التي أفشلت حكومة المحافظين وفتحت الأبواب لليمين المتطرف، ومنهم بلا شك حزب الآن حزب الإصلاح. يعني عادة الناخب البريطاني بينظر إلى مصالحه الاقتصادية أولاً، مستوى المعيشة، مستوى دخله، مستوى الصحة والخدمات. في هذه الترتيبات حتى في المجتمعات الإسلامية والعربية بينظروا لهذه الأولويات قبل أي أولوية أخرى، سواء كانت دولية أو مسألة هجرة. الهجرة، بريطانيا تحتاج إلى هجرة منظمة. حكومات مختلفة من حزب المحافظين أغلقت جميع الأبواب المتاحة أمام أي مهاجر أو أي أي مهاجر أو أي مطالب باللجوء السياسي أو اللجوء لأي أسباب أخرى، سواء كان من أفغانستان أو من سوريا أو من دول كثيرة يعني فيها مشاكل وبها حروب، لم يتمكن أو حياتهم مهددة، لم يتمكنوا من الدخول إلى بريطانيا عن طريق اللجوء. هناك مشكلة خلقها اليمين المتطرف في بداية أو في بمعنى أصح في نهاية حكم رئيس الوزراء البريطاني اللي هو الآن يعتبر وزير الداخلية ويتحمل مسؤولية. طيب سيد عمر، لماذا تم تضخيم مشكلة اللاجئين في بريطانيا مع أن يعني دول أوروبية أخرى ولديها أعداد تتقارب مع الأعداد التي نتحدث عنها في بريطانيا؟ أنا لا أعتقد أن الأعداد تتقارب. ألمانيا على سبيل المثال يدخلها أضعاف، دخلها أضعاف من مما دخل لبريطانيا. نسبة بريطانيا على الدخول، يعني أنا الأرقام التي ليس حاضرة لي الآن، ولكن يعني هناك أرقام تثبت أن الأعداد التي تجيء إلى بريطانيا لا تماثل أبدا ما الأعداد التي تصل إلى ألمانيا وفرنسا وكذلك بعض الدول الأخرى كإيطاليا واليونان. المشكلة هنا ليست مشكلة الهجرة، هي مشكلة ملف لم يتعامل معه بمصداقية من جميع الأحزاب، وأنا لا أستثني منها حزب العمال كذلك. لكن حزب العمال الآن أمام موقف خلق بسبب سوء السياسة، سياسة حكومة المحافظين، سيتعامل مع هذا الملف بالإنسانية التي يجب أن يتعامل بها مع دولة متقدمة كبريطانيا. دولة يعني لولا خيبة المحافظين في هذه الأعوام المنصرمة لما كان حزب العمال سيحصل على هذه الفرصة، حتى وإن كنا نتحدث عن
فرصهم من خلال استطلاعات الرأي؟ يعني هذا ملف واحد، ملف واحد يا سيدة جمينة، هناك ملفات أخرى يعني أسببت أو سببت الفشل الذريع لحكومات المختلفة لحزب المحافظين، منها سياسة التقشف التي اتبعها الشديدة شديدة القسوة التي اتبعها حزب المحافظين في بداية حكمه في 2010، الخدمات التي انهارت وما زالت تنهار، والأزمة الأكبر أو المفارقة في معالجة الأزمات في بريطانيا كانت أن الحلول التي تتوصل إليها الحكومات السابقة ولدت وأثارت أصلا مشاكل أكبر، مشاكل أخرى بالفعل. يعني حل إشكال بالنسبة للإشكال الذي لم يكن موجودا أنا مطروحا على الساحة، إشكال الاتحاد الأوروبي خلق عن طريق اليمين المتطرف في حزب المحافظين وأصبحت تعاني الآن، وبريطانيا الآن تعاني بسببه. يعني الاقتصاد البريطاني خسر ما يقرب من 500 ل 700 مليار جنيه استرليني من قوته الشرائية ومن قوته التعاملية مع السوق الأوروبية. يعني هذا يضع الوضع الاقتصادي البريطاني في موضع صعب في فترة حرجة من التي يعيشها العالم، سواء كانت حرب أوكرانيا أو وبالفعل يمكن الحديث بأنه وصل مستواها الاقتصادي إلى المرتبة السادسة بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة. سيد عمر.